اولا في البدايه كنشكروا قناه 24 على الحضور ديالها معنا في هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي نظموها الاخوان ديالنا السائقين المهنيين احتجاجا على سحب الرخصه ديال الاخ ديالنا السائق المهني اللي كيزاول في المجال الحضري. اولا حنا كسائقين مهنيين كنقولوا باللي ان سحب الرخصه ديال الاخ ديالنا كان يجب ان لا تكون، لان هذا سحب الرخصه ما تمشي الشكايه بالسائق المهني من طرف الزبون او الزبائن ديالنا، فهذا صراع مهني سائق مع سائق. السائق اللي كيشتغل في سيارات الاجره القروي قدم شكايه للمسؤولين وتم سحب الرخصه ديال الاخ ديالنا، رخصه ديال الثقه ديال الاخ ديالنا اللي كيشتغل في المجال الحضاري. اذا كنقول باللي ان كان على السلطه انها تسلك مسلك واحد اخر، ان تتم المعاينه ويتم محضر تحرير محضر ويتم الاحاله ديالو على النيابه العامه هي اللي تاخذ المجرى ديالها. اما سحب ديال رخص الثقه وتوقف السائق على العمل معناتها ان تجويع اسره باكملها. رغم ذلك انا كنشوفوا باللي ان الظرفيه اللي كنعيشوها ارتفاع ديال الاسعار وارتفاع ديال المواد الغذائيه والاساسيه وتزيد سحب الرخصه لواحد السيد وتوقفوا على العمل ديالو معناتها ان تجويع اسره باكملها. يجب على السلطات المحليه ان تعيد النظر في سحب الرخص ديال الثقه لهذه الاسباب. اما اللي دار الذنب يستاهل العقوبه في امور اخرى، ولكن صراع مهني ويتم سحب الرخصه ديال سائق معين فهذه مرفوضه وغير مقبوله. هذه من جهه، ومن جهه ثانيه هو اننا كسائقين مهنيين اولا حنا اصلا مضرين من ارتفاع ديال المحروقات ومن ارتفاع ديال الريسيتا والمنافسه الشرسه ديال النقل السري الكلاسيكي والنقل السري ديال التطبيقات وقله الدخل. يعني حنا اصلا كنعانيو لا بغينا نقولوا من الظرفيه، صابرين وحمد الله على كنقولوا على الله وعسى انها تنفرج وتزيان. يعني حنا يعني كنتواجدوا الان يعني في واحد الوقفه احتجاجيه امام ولايه جهه طنجه تطوان حسيمة عمالة طنجة أصيلة. صراحة هذه الوقفة الاحتجاجية جات يعني بعد المشاكل اللي كتوقع في هذا القطاع، يعني ومنا يعني واحد المشكل أساسي اللي صراحة يعني هو راهن دابا هو اللي أفاض الكأس، هو هذا المشكل ديال الأخ ديالنا البقالي العياشي اللي وقع له تعسف وقع له ظلم يعني وحيف يعني من قبل يعني واحد القراوي. احنا كنعرفوا بان كاين قانون منظم للقطاع، كاين يعني القرار عاملي اللي كيتمم مقتضيات الظهير الشريف. بالفعل يعني احنا كنعرفوا بان البلاد ديالنا كتمر يعني مجموعه من يعني من الاحتقان، يعني لا في الزياده في الاسعار لا في الازمه لا في زياده ديال الغازوال. بالنسبه للبقالي العياشي طلب الحق ديالو، طلب ان يعني القراوي ما يشتغلش داخل يعني التراب ديال المدينه، لان كاين واحد العدل هنا. لا يعقل ياخذ عنده تاكسي قراوي خارج مدينه ويدخل يخدم داخل المدينه، هادشي ماشي معقول. العياشي البقالي طلب ان السيد هذا يخرج على المدار الحضري ما يبقاش في وسط المدينه، يعني من حقه. محمد الله سائق مهني معكم. هنا جينا لهذ الوقفه هذه احتجاجيه على السحب ديال الرخصه ديال السائق ديالنا اللي سحبوا له الرخصه ديالو، وجينا كنضمنوا معاه في هاد هنا هذا المقر ديال الجهه. وش غادي نقول؟ هذا راه كنعتبروا انا كظلم كظلم في حق سائق المهني. يعني هالسحب الرخصه بدون سواء كاين اسباب ولا ما كايناش، يعني كتم الحيوان
خصنا الحوار، يعني اي حاجه كتحل بالحوار. اما سحب الرخصه اللي وقع نقاش ما بين زبون وسائق سياره الاجره، ممكن سحب الرخصه ولكن يوقع لك يعني صراع مع واحد كاس مستعمل الطريق بحالك بحاله، ما هنا ما كتسحبش الرخصه، كتسحب لان يمكن كوجهه نظر ديالي انا يتحلوا على العداله. المطالب ديالنا استرجاع رخصه الثقه، ويكون بدل الرخص بدل السحب يكون حوار ديال الغرامه او سبب من قبل هذا الانسان هذا اللي سحبت له الرخصه ديالو. ما عرفتي مع هذا الوقت الراهي اللي كنعيشوه الان ديال الغليان في جميع المواد وهذه الاصله هذه، عرفتي شحال شني عنده هو؟ واش كاري ولا ما كاريش؟ وراه اصبحنا ما كارين شيء وخدامين وما بقيناش قادرين على القدره الشرائيه اليوميه ديالنا. أجل الله والعدل والعدل.